الخبر مول، يعتبر هالمجمع أكبر تجمع الماركات العالمية المخفضة. راح ناخذ جولة فيه. في هنا في الواجهة عندنا كافي أريبيا، والواجهة الثانية هنا عندنا كافي فريز. أخذنا قهوتنا من أريبيا، راح نبدأ الجولة على المحلات اللي في المجمع. طبعا راح نركز على المحلات ماركات المخفضة واللي عندهم عروض. هنا في محل برانز، هذا ملابس أطفال مواليد ماركة إجنر. نأخذ بس جولة سريعة فيه. ركن السويسي للساعات، المحل معروف عندهم خصم توم نزلينه يصل إلى 70%. طبعا غير الخصم اللي عندهم يصل إلى 70%، عندهم عروض على مجموعة من الساعات بسعر 199 ريال بس، مثل الساعة هذه. عندنا مجموعة بعد اللي هنا كلها على 199 ريال، وفي جزء من المجموعة اللي جنبها بعد. عندنا الساعة هذه ماركة جي اف، قبل خصم 882، بعد الخصم بسعر 529 ريال. عندنا محل ترندز، أزياء رجالية ونسائية. عندنا معرض مان كولكشن، ملابس رجالية نسائية أطفال، عندهم عروض. هذه كلها ماركة بولو اللي عندهم. عندهم عروض تيشيرتات 99، قميص 99، بنطلون 99. في جنب مان كولكشن في محل كيدز زون، كلها ملابس أطفال ماركات عالمية. معرض فن المصمم. من محلات الذهب عندهم مجوهرات دار علي. من المعارض الكبيرة هنا اللي تضم ماركات اللي هو معرض أندرلاين، هو كبير ما شاء الله. في روبرتو كفالي، فرزاتشي، فلنتينو، آيس بيرج كفالي. والمحل هذا من أشهر المحلات هنا في الخبر مول. نشوف بعض النماذج اللي عنده والملابس. هاي فستان روبرتو كفالي، بيجي الجاكيت منه فيه كم؟ 65% حسن. أيوة، كان سعره 1710 بيصير 628. تبورس كفالي، تبورس كفالي فيرست لاك. هذا فستان من مسكين، مسكين عليه 50% خصم، كان 1940 بيصير سعره 1035. 1035 بعد خصم، بعد خصم. نعم. والأزرق اللي هناك السماوي، في هذا كمان من مسكينه 50% خصم بيصير 645 ريال. 645، يعطيك العافية. مواليد من روبرتو كفالي، طبعا كلها بتجي تقوم حسب، في ثلاث قطع، في قطعتين بربتوز قبعة ومريلة أو بربتوز ومريلة. هذا سعر كيف؟ عليها 55% خصم، يعني تتراوح أسعارها ما بين ال 590 بعد الخصم لل 700 تقريبا. معرض سينسي عندهم خصم على العطور من 25 إلى 60%، وعندهم على التجميل خصم يصل إلى 25%. اما معرض سكتشر فعندهم خصومات من 25% تصل الى 70%. عندنا المعرض هنا متخصص في ماركة تومي، رجالي نسائي، وعندهم بعد اطفال. انا بصور لكم العرض، حطينا هنا برا. وعندهم هنا الشاي للعطور، طبعا الشاي معروف، عندهم عطور بخور، عندهم عطرات جو، دهن عود، عندهم بعض صناديق هدايا نفس اللي تشوفونها هذه. The Beauty Secrets عندهم عرض جميل صراحة، أنا بشرح لكم داخل. العرض على المجموعة الأساسية تشتري ب 300 ريال، المجموعة الأساسية يخصمون لك 100 ريال على طول. حلو؟ أما المجموعة اللي هنا تشتري 2 و2 مجانا. تمام. اما المنتجات اللي هنا تاخذ يعني حبه واحده ب 39، من خذيت ثلاثه يحسبون هذيك ب 79 ريال. شوف العرض واضح، تقدرون تسوون له كابشر. في عرض بعد حلو هنا على الشاور جل، الواحد 19 ريال، خذ ثلاثه يطلع ب 39 ريال. هذا كابشر بعد للعرض كذا. بيوتي سيكريتس احسن عروض عندهم. مجوهرات حسين النمر عندهم عرض اللي هو عقد ذهب 250 ريال، سورة ذهب 150 ريال.
حياكم الله. طبعا عندكم هذه تشكيلات اساور هذول قبل الخصم طبعا لكم 250، بعد الخصم 150. هذه 250 ريال، بعد الخصم تطلع الاسوار على 150 ريال. هذا عرض عندهم. سمي هذول تشكيلات عقود ساده سيجنتشر طبعا تجي مع توقيع الذهب. هذه الطريقه الختم. اسعارهم قبل الخصم 1250، بعد الخصم 1100. وهذه عندكم من تشكيلات الدانتيل، يجي مخنق ماسك على المنظومه زي ما يقولون تشكر. هذا سعره يطلع لكم قبل 1500، بعد الخصم 1250. ممتاز. محلات العطور الانيقه هنا في الخضر مول، محل زخرف بالعطور عند البوابه على طول، اول ما تدخلون على اليمين. هذه مجموعة العطور المعروفة عندهم، مكوناتهم مكونات طبيعة طبيعية بيور. عندهم العرض تشتري أي عطر تحصل على عطر من حجم صغير عشان تجربه أول شيء، إذا ما ثبت ترجع لهم العطر. وعندهم بعد هدية دهن، هذا عشان زيادة التركيز للعطر للثبات. شفنا في كشك الجوالات، راح نشوف بعض العروض الحلوة اللي عندهم. فيها عندنا معرض زاوية الأناقة، طبعا فيه أزياء نسائية كلها، وفي ماركات مختلفة. هنا في معرض زاوية الأناقة، في كشك ركن أناقة في الدور الأول معطينا خصم 20% لمتابعينا بالشرقية. هذه أطقم أحجار كريمة مع فضة مرصع بالزيركيون، عندنا أشكال هذه بعد.
الدور الثاني محل نايك هنا، اشتري قطعتين واحصل على الثالثة مجانا. هذا المعرض خاص في ماركة الفيرو مارتيني. طبعا في قسم العاب راح نشوف الان، وهنا قسم المطاعم، وفي هنا عندنا دولمة الحجية. هنا قسم الالعاب في الخبر مول، قسم كبير اخذكم جولة فيه. عندهم عرض كل اثنين وثلاث، يعني كل بكرة وبعده العرض من كل اسبوع. اشتر سوارة ب40 ريال والعب حتى تتعب في الالعاب هذه او حتى الالعاب اليابانية مع وجبة مجانا. هنا الالعاب اليابانية تشملها ال40 ريال، تشمل كل الالعاب اللي شفتوها والالعاب اليابانية من عمر سنة الى 6 سنوات. العاب امنة جدا، ممتعة، وفي مشرفات بعد موجودين هنا. ياخذ السوارة هذه الطفل ب40 ريال ويلعب حتى يتعب، حتى يقول خلاص برجع البيت. ندرب دولمة الحجية، عندهم ورق عنب وعندهم ملفوف. دولمة الحجية في الدور الثاني، عندهم ملفوف وعندهم ورق عنب. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، بدون مبالغة لذيذة جدا. هذا ملفوف ضروري بيجي خبر مول يلقون في الدور الثاني قسم المطاعم دولمة الحجية. هنا كشك عبد المجيد النمر للمجوهرات، عندهم عروض خلنا نشوفها. ايش العروض اللي نسويها الحين يا عبد المجيد؟ عندنا العروض تبتدي من 150 ريال. طيب عندنا الاساور هذه على 150، على 150. في عندك اساور على 200، هذه على 200، حد ال 250. عندك هذه حلوه، شكلها شكل ايطالي، على 150، على عفوا 250. طيب في حلق الاطفال الطبي، هذا عندنا سعره على 250، برا على 350 وعلى 400 بعد. هذا طيب ترى موقعهم في الدور الثاني في خبر مول مقابل قسم المطاعم على المعرض. هنا رجالي نسائي ولادي بيتكلمون أحذية، ماركات متعددة، بولو، لاكوست، جيوكس. في معرض جديد هنا في الدور الثاني في الخبر مول، معرض الكوفي جيل والمستلزمات الرياضية. في شيء تحتاجونه للرياضات تلقونه هنا. السلام. هنا معرض ماركاتو في الدور الثاني بماركات مخفضة أوتلت. قسم رجالي وقسم نسائي. معرض زيليو المعروف، يمكن غطيتها من قبل، ملابس رجالية وأطفال ونسائية. عنده قسم الأحذية، عنده قسم كامل بعد لجميع تكرمون مقاسات الأحذية، ولادي بناتي والكبار. الآن نجي للمنطقة الجديدة في مجمع خبر مول اللي هي القيصرية، منطقة ستايل تراثي شعبي، فيها جلسات للعائلات حتى بعد الأفراد، فيها مطاعم متنوعة، أغلبها مطاعم شعبية. عندنا هنا مطعم باب بخوخة، عندها مطعم الرواق الشعبي، طبعا غطيته أول يوم فتح وأول مطعم فتح هنا في القيصرية. هنا جلسات الرواق الشعبي، متوفر بارتيشن، يفتحون الصباح بدري أتوقع من الساعة 8. في ديوانية الديرة جنبهم تفتح، ما شاء الله كلها تفتح هنا مطاعم. في هنا محل الإكسسوارات في القيصرية. في
في كشك هنا في الدير الأول، هذا العطور الفرنسية عندهم منيو بصوره لكم. في هنا مقهى مطعم جميل أنيق اسمه فريز، يواجهة الخضر مول. هو ما تدخل البوابة الرئيسية تلقونه على اليمين، وعندهم جلسات خارجية ما شاء الله. هذه الجلسات الخارجية، بما أن اليوم مطر ما شاء الله تبارك الله فأكثر الزبائن داخل. وعندهم ملذة وطاب من أنواع الحلاء والكيك، في كيك خشخش، هذا كيك مانجو بلوت، كيك تراميسو، كيك العسل، الرز بالحليب، كيك الزعفران، بيستاشيو. طبعا فوق في انواع من الكيك كثيره، بالفستق، بالليمون، سان سباستيان موجوده بعد. كذا انتهيت من جولتي في مجمع خضر مول، اتمنى استفدتم من العروض والخصومات اللي شفناها. محلات كثيره مثل ما شفتوا في قسم المطاعم، في عرض الالعاب لكل اثنين وثلاثاء، في القيصريه بس لا تفتح الصباح اللي بيفطر فيها. يعطيكم العافيه حسن المتابعه، واشوفكم في التغطيات الجايه. سناب الشرقيه مع سعد الدوسري.